الفيفا تضع المغرب في مأزق والكاف يتدخل، هل ستكون الجزائر هي الحل؟ السلام عليكم. الفيفا وضعت المغرب والكاف في مأزق، واش الجزائر هي اللي غادي تكون الحل؟ الكاف اليوم كيقلب على حل ما بين المغرب والفيفا، ما بين إفريقيا والفيفا. الحل واش غتكون الجزائر إلى ما قدرش المغرب في تنظيم كأس إفريقيا في 2025 من بعد ما وضعته الفيفا في مأزق كبير، خصوصا حول تاريخ تنظيم كأس إفريقيا اللي كيجي مع واحد البطولة كبيرة غتنظمها الفيفا واللي هي كأس العالم للأندية صيف 2025. كنعرفوا بأن المطالبة ديال الأندية ديال الفيفا ومحاولة المغرب إخراج كذلك الفيفا من هذا المأزق مع الأندية وأنه ينظم كأس إفريقيا في الصيف ديال 2025، واش هو موجود إلى ما كانش المغرب غادي ينظم في الصيف وينظم في شهر واحد كما دابا في الكوت ديفوار، واش غادي يكون المغرب قادر أنه ينظم كأس إفريقيا مطلع السنة القادمة؟ هادشي تعرفوه معنا إلا بقيتوا وكملتوا الفيديو معنا حتى الآخر. هشام خضري قناتي، لا تنسى الاعجاب والاشتراك. المغرب اولا ولا غالبي الى الله، وعاش المغرب ولا عاش من خانه. يعلم الله كم احبك يا وطني، يعلم الله كم ادافع عنك يا هذا الوطن. الاعلان ديال الفيفا عن تنظيم كاس العالم للانديه الصيف ديال 2025 بالولايات المتحده الامريكيه، وبروفا تقديميه لكاس العالم اللي غادي تكون في الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك وكندا صيف 2026، باش نقدموا الملاعب ديال الولايات المتحدة الأمريكية ونشوفهم ويشوفهم العالم كامل. بغات تقدم الفيفا بكأس العالم للأندية اللي غادي تكون فيه واحد العدد كبير الفرق، غادي يكون فيه واحد العدد ديال 32 فريق قاري ومن بينهم الوداد البيضاوي الآن هو الممثل لإفريقيا وللمغرب في هذه البطولة بالإضافة إلى الأهلي، وغادي نشوفوا شكون هو الفريق اللي غادي يفوز بعصبة الأبطال باش يرافق الوداد والأهلي إلى كأس العالم للأندية. خوتي المغاربة، المغرب كان معول ينضم كأس إفريقيا في الصيف ديال 2025، تيخرج أنفانتينو بالتاريخ ديال كأس العالم، فوضعت المملكة المغربية والمغرب وفوز القجع والجامعة الملكية أمام معضلة التاريخ وتزامنه مع التظاهرة الدولية الكبرى. الحل غادي يديروا الاتحاد الافريقي اليوم في واحد الاجتماع غادي يكون ديال الكاف بالكوت ديفوار من اجل تحديد التاريخ ديال اجراء منافسات كاس افريقيا اللي غادي تكون باذن الله في المغرب 2025. الجميع كان كيقول بانه الصيف هذا بدات المملكه المغربيه في اصلاح الملاعب وتاهيلها، وكنعرفوا بان الملعب ديال الرباط تم الهدم ديالو والاعاده ديالو من جديد كما كتشوفوا في الصوره. خوتي المغاربه، واش المغرب قادره تنظم بدايه 2025، او غادي تكون الجزائر هي الحل، او غادي نحولوا البطوله للجزائر؟ فالمغرب على قدم وساق في اصلاح الملاعب الكبرى ديال المملكه المغربيه. كنشوفوا الملعب ديال طنجه تقدم بواحد الشكل كبير في الاعمال ديال الاصلاح والصيانه واعاده التاهيل، كنشوفوا بدايه الاشغال في الملعب ديال فاس، وكنشوفوا كذلك اصلاح الكراسي في الملعب ديال مراكش، وكنشوفوا بدايه الاشغال والصيانه في الملعب ديال محمد الخامس، واعاده بناء ملعب الامير مولاي عبد الله، والاشغال الكبرى التي تجرى في محيط ملعب ادرار، وملعب ادرار يخضع لمجموعه من الاصلاحات هناك بمدينه اكادير. السؤال المطروح، والشركات المغربيه اليوم قادره على تاهيل الملاعب في الوقت المحدد، وخصوصا واليوم نحن امام تاريخ جديد، لان المغرب والجامعه الملكيه واللجنه المنظمه لكاس افريقيا 2025 كانت تعول على صيف 2025، ولا نقصنا واحد 5 ديال الشهور او 4 ديال الشهور من التاريخ، فأربعة شهور تبنى فيها ملاعب، وشفنا الملعب ديال الهلال كيفاش تبنى في 3 شهور فقط. نتمنوا ان الشركات المغربيه يكونوا في الموعد ويقدموا لنا ملاعب ذات مواصفات عالميه في اقرب الاجال، باش ما نعطيوش البطوله للجزائر، لان كنعرفوا الملاعب ديال الجزائر واجده موجوده، والملاعب ديال الجزائر جاهزه لاجراء كل شيء الا لممارسه كره القدم، لان كنعرفوا الارضيه ديال الملاعب ديال الجزائر غير صالحه. اذا ما هو الحل في نظركم؟ المهم غنقدروا نجريو البطوله في مدينه باتنا.
كتعرفوا علاش قلت لكم مدينة باتنا؟ لأن أشياء تقع هناك في مدينة باتنا. درنا عليها فيديو غنديروا عليها لايف. خوتي المغاربة في انتظار أننا نشوفوا الملاعب والوقيتة اللي غتوجد فيها الملاعب وإجراء البطولة ديال إفريقيا، والمغرب يعيد إفريقيا بأحسن بطولة وأجمل بطولة لكأس إفريقيا ستنظم على مر التاريخ، وخصوصا أن المغرب قدم 6 ملاعب 6 مدن أزيد من 24 ملعب للتدريب، ملعب لتدريب الحكام، قطار فائق السرعة من أجل التنقل، بنية تحتية كبيرة ديال الطرق السيارة، كنعرفوا كذلك فنادق من الطراز العالي. المغرب مقبل على إطلاق خدمة 5G في الانترنت اللي غادي يكون واحد التواصل سريع بالنسبة للمرتفقين والناس اللي غادي يجيو للمغرب. في المغرب قدم واحد البروفا وغادي يقدم واحد كأس إفريقيا إن كان في العمر باقي غادي نشوفوا أحسن وأجمل كأس إفريقيا غادي تجرى في قارة إفريقيا. في انتظار هذه الأمور والإجابة عليها، وفي انتظار زيارة ميدانية لمجموعة من الملاعب اللي غنقوموا بها بإذن الله، نخليكم على خير خوتي المغاربة، ما تمشوش بعيد، لا زال في الجعبة بقية. خليكم على خير خوتي المغاربة فيما كنتو داخل الوطن وخارج الوطن، نبغي تقولوا لي واش المغرب غادي يكون قادر في على تنظيم كأس إفريقيا في هذا الموعد وفي التاريخ وبالملاعب. في انتظار الأجوبة خليتكم على خير.